يا ابو مروان، انا 100 مره صرت مفهمك انك انت عم تشتغل بموقع حساس جدا، وبتصور في اكثر من 10,000 سائق حكومي بيتمنوا يكونوا بموقعك. اكيد سيدنا اكيد، بس المشكله انك ما عم تستوعب اهميه الموقع اللي انت فيه. عفوا سيدنا ما فهمت عليكم، شو بتقصدوا؟ يعني باعتبارك سائق خاص لمسؤول كبير بالدوله، فلازم يكون مظهرك العام مناسب لعملك، ويفترض يكون مظهرك لائق، وتيابك مكوية وصباطك عم يلمع ودقنك ناعمة. سيدنا إذا مشان الدقن خلاص خلاص، اليوم رح أمرق لك إياها، بس تاني مرة إذا بتجيني الصبح بهيك منظر لا تلوم إلا نفسك، مفهوم؟ حاضر سيدنا. حط لي شريط لنجوى كرم بالمسجلة لشوف. أنا واحد منهم سيدنا. آخر شريط، الألبوم الأخير، عاش أو ندمانة. عدم مؤاخذة سيدنا، الشريط أخده المحروس ابنك لما طلع معي بالسيارة مبارح. ولك يفضح حريمك، شو مسيب؟ ليش عطيته يا؟ ما بتعرفني بحبه لهالشريط أنا؟ سيدي هو اللي طلبه. شفت شلون إنك مهمل؟ المفروض ما تتصرف من عندك أبدا. كم مرة بدي نبهك لعما شو مخك سميك؟ يا سيدي أنا لما شفته. بعدين افرض إنه ابني استحل الشريط وأخده، ليش حضرتك ما رحت جبت بداله ها؟ على كل حال راح أمرق لك يا المرة، بس حط باعتبارك إنه أنا لما بيجي على بالي اسمع نجوى كرم بدي لاقي الشريط جاهز، فهمت ولا عيد وقفتي؟ عفوا سيدي عفوا، هلا بيجيب شريط غيره. طيب طيب، حط لي شريط نور الشمس لباسكال مشعلاني، عجل قبل ما نوصل على الوزارة. يلا حاضر سيدنا.